حنوعدكم مع Eat Smart ورندا فهد، واليوم موضوعنا عن الحروق. لما الواحد يحترق شو لازم ياكل؟ صباح الخير. صباح موضوع الخير. غريب شوي، يعني انه واحد ما بيفكر انه اذا عنده حروق وحتى الاكل بياثر طبعاً. على الحروق طبعا، وخصوصا هلا ليش ستيفاني هالشيء نحن ما كثير بنتحدث فيه، لانه وقت يكون في حروق معينه بدها معالجه معينه، اكيد الشخص بيكون بقلب المستشفى عم يتعالج، فالاكل هناك عم يهتموا فيه اخصائيين تغذيه تيسكروا ال لحتى مضبوط حتى يصير في ريجنريشن. هلا رح نحكي عن كل الموضوع هيدا، ولكن اذا واحد محترق وقاعد بالبيت يعني شو كمان شو قصدك بمحترق؟ قد ايه محترق؟ اذا حرق اصبعه اذا احترق تحت الشمس؟ معك حق. هو الحروق هلا رح ارجع احكي عنها بعد شوي، في عندنا درجه الاول ديجري والثانيه والثالثه والرابعه، فبس هيك بس بدي اذكر انا بالكومبيتيشن، لانه اوريدي نزلت كومبيتيشن بيري لايت اللي هي اي في فيتامين سي اكثر، البصل اما الكرات. اوريدي الكومبيتيشن نازله، فينا نجاوب على الام تي في فيسبوك بيج الايف، وفينا نجاوب على دي سي دي سي رندا دنيا فهد فيسبوك بيج، وفينا نجاوب على بيري لايت هيلث سنتر فيسبوك بيج. اكيد لا ثالث الجاي الاسبوع الجاي رح نعلن الرابح مع كومبيتيشن جديده. وكمان هون بدي احكي عن دراسه صغيره صارت هلا وعم بتصير على طول. طبعا ستيفاني ما رح ننسى نذكر العالم بالاكل ميديترينيان، الاكل البحر المتوسطي اللي نحن هيدا اكلنا، واللي خصوصا الشبيبة اذا بعدهم ما عم يروحوا على المدارس عم يتسمعوا علي، ارجع شجعنا لتشجيع على تناول البقوليات، يعني فول فاصوليا حمص الاشياء اللي جايه من النبات، تشجيع على الخضره وتشجيع على زيت الزيتون. وبدراسة ونحن بنعرف هالشيء قديش هو مهم للقلب لتضاية الضغط، لحتى يكون عم نوطي الكوليسترول العاطل، لحتى نكون عم نحمي القلب. ولكن هالدراسة الجديدة اللي انعملت على 25,000 امرأة وكانوا عم يقارنوا انه يعطوهم رجيم عادي، رجيم صحي لا بأس به ولكن هو قليل الدهنيات، ورجيم خصوصي هو الميديترينيان دايت اما رجيم المتوسطي، وتبين انه اللي اخذ الرجيم المتوسطي فيه زيت زيتون مزبوط، وزيت الزيتون كان في زيادة، هالشيء قدر حمى النساء، ولا بالنسبة لمرض السرطان الثدي. فهون صار عندنا دراسة لشغلة تانية اللي هي كرمال مرضى سرطان الثدي اللي هو زيت الزيتون كتير نعم، وخفف الريسك بنسبة 68%. أي نوع؟ مرة حدا سألني أي نوع زيت زيتون، لأنه في كتير زيت زيتون، هل لازم نشتري الإكسترا فيرجن أوليف أويل العادي؟ أكيد هلأ شو نحن بتعرفي ستيفاني من فترة أنا كنت عاملة مؤتمر على هالموضوع من سنتين، وبوقتها جيت حكيت كتير رجعت عنه على التي في، بس نرجع منذكر على السريع، كل ما هو كان إكسترا فيرجن كل ما هو كان أحسن، أكيد الكواليتي أحسن، وهالشي بتأثر فيه عوامل الطقس، أمتى قطف الزيتون، عوامل كوين نحط والى اخره، هيدا موضوع بنحكي عنه بعدين. فهون تاكيد للنساء عن جد بنعرف نحن قديش صار متفشي مرض السرطان الثدي، وبنعرف نحن انه بالفعل انه نعيش حياه صحيه على عده طرقات، منها بالاكل عم تساعد كثير بهيدا الموضوع، زيت الزيتون. فهون زياده زيت الزيتون عطى نتائج كثير ايجابيه. شو حلو. فحلو هالستدي وهيك تشجيع، يعني انه نحن مش بس ريجيم وما بدنا ناكل، نحن ريجيم يعني ناكل صحي. برجع بذكر على هالموضوع، بس قد ايه الكوانتيتي اللي لازم ناكلها تا نتفادى هالمرض؟ بهالريجيم بالزيت كان عم ينحط ملعقتين كبار زيت زيتون يوميا للشخص مش انه اذا حطينا شوي بالتبولة رح يأدي ونقول انه ما بقى نحط زيت ابدا، لا ملعقتين يعني نحن عم ناكل اللبن نحط شوية زيت أو إذا بالتبولة بتاخد زيت ما بنعطي لها، يعني ساعتها ناكلها مثل ما هي بتحمل زيتاتها. نرجع لموضوعنا عن الحروق وشو لازم ناكل بس الواحد يحترق. فكنا عم نحكي انه حروق في واحد يحترق شوي من الشمس، قاعد شوي من الشمس، فاذا فيرست ديجري اول درجه يكب عليه شيء، في يحرق اصبعه مزبوط، في يكون شوي الجلد احمرت من وجع شوي، في سكند ديجري بيكون في وجع اكثر، اوقات بيصير في اوزنج يعني مثل عمل بيطلع، وبالثيرد ديجري وبالطالع يعني عم يصير عندنا حاله كثير خطره، هون حتى عم توصل
توصل على العظام، عم توصل الجلد كله لجوا جوا معك حق على العظام وعلى المصل، اما العضل كمان فهون صارت شغله خطره اكثر. طبعا نحن وقتها بنكون بهيدا الوضع، نحن مثل ما قلنا دغري الاتجاه على المستشفى اللي هو في معالجه، معالجه بالانتيبايوتيك، اذا مش اخذ شخص تيتانس بده ياخذ تيتانس، هيدا كله لازم ينعمل. هلا انا اكثر بدي فوت بالناحيه الغذائيه. غذائيا منطقيا وقت واحد يحترق راح منه مي، فصار عندنا مشكله ديهايدريشن، ديهايدريشن كثير قويه، راح مي بشكل كثير قوي من الجسم، الجلده صارت ناشفه، الشخص بيحس بالعطش، بحس حاله كثير تعبان، وحتى بحس انه ما عم يقدر يفوت يعمل بيبي بول مثل العاده. فهون صار في الجسم راح منه كثير مي. Water اول شغله ديهايدريشن، راح المي ما بيصير في ووتر ريتنشن، بالعكس يعني. بالعكس كل الميات بيخلص بيظهروا على الحماوي. فهون نحن أهم شيء هو زيادة شرب المي. نعم. فإذا زيادة شرب المي طبعاً نحن عنا فورمولا كمان عم تسأليني، مش بس الدجري ستيفاني، قديش باي سنتيمتر قديش محروق. فالفورمولا هون باي سنتيمتر إلها علاقة بقديش نحن بدنا نعطي مي، قدي نحن بدنا نعطي بروتينات. أنا اليوم رح أحكي بالإجمال يعني. فإذا زيادة كمية المي بطريقة قد ما كانت كتير قد ما الشخص عم ينتفع منها أكتر، هيدا رقم واحد. شغلة تانية زيادة موانع التأكسد بالأكل وخاصة الفيتامين سي. وتبين أنه وقتا ينزيد الفيتامين سي بكمية كتير كبيرة، حتى مشكلة الديهايدريشن بتكون عم تنحل بطريقة أسرع من لو بس شربنا مي وما أخذنا فيتامين سي. هلا الفيتامين سي بذكر أنه هو موجود بكل الحمضيات، بذكر أنه هو موجود بالبندورة، بذكر أنه هو موجود بالفليفلة، بالبقدونس، فيتامين سي موجود بالكيوي. فإذا كل هالمأكولات مشجعة انه يكون الشخص عم ياكلها تحتوي فيتامين سي. هلا بالبصل او بال بالبصل او بالكراش بالكراش رح جاوب اليوم منيحه فيري سمول بقى. فهون عم نحكي بالاكل، ولكن وقت احكي انا على ثيرد ديجري وعندي هالمشكل الكبير، هل لازم اخذ سبلمنت؟ والجواب ساعتها ايه. بهالكميه الاكل عندي مشكلتين بيكون فيه. الانسان اللي محروق حرق كبير موجوع، طبعا هو عم ياخذ دواء ضد الوجع، ولكن هل هو عنده كثير نفس انه يكون عم ياكل؟ أكيد هون في علامه استفهام. فاذا هو ما قادر يشرب ياكل اكثر مما ياكل مزبوط، فهون بحس حاله هيك بعطش وبيرتاح يعني 100%. فهون الفيتامين سي ساعتها لازم ينعطى كسبلمنت. نحن عم نحكي هون يمكن ينعطى الالف ملي، يمكن ينعطى فينا ناخذ الحبه مزبوط، وفينا ناخذها على ثلاث مرات بنهار يعني ما بتعود مرة واحدة بتأدي. فهون كل ما نحن عم ناخد ما بناخدهم سوا، بنكون مقسمينهم، كل ما نحن عم نساعد جسمنا ضد هيدا النشاف اللي صاير معنا. فهيدي شغلة كتير مهمة نحكي عنها. الشغلة الثانية بدنا ناخد موانع التأكسد الباقية اللي نحن بنعرف هي موجودة بالخضرة والفواكه. بنحكي عن الألوان المختلفة وقت يكون لونهم أحمر مثل الكرز هيك خطر عبالي، والبطيخ مثلا اللي لونه أبيض، فريز 100%. نحكي على الثوم، نحكي على البصل إلى آخره. ولكن نرجع هون على السبلمنتس اللي نحن بدنا ناخذهم. نحن كمان بحاجة لناخذ سبلمنتس اللي هن بيحتووا بالنسبة للمعادن، لازم يكون في سيلينيوم، لازم يكون في زنك. هون عم نحكي موانع تأكسد، فإذا هدول لازم يكونوا موجودين بالسبلمنتس. من ناحية ثانية لازم ناخذ سبلمنت اللي هو فيه A C. أوكي أوكي رح ناخذ وقفة شباب. صار عنا على تلفن صغير. هلا منتابع موضوعنا عن الحرق وشو لازم ناكل اذا احترقنا. طبعا ستيف كنا عم نحكي اهميه شرب المي، كنا عم نحكي اهميه فيتامين سي حتى اذا تناولناهم بالسبلمنت مزبوط. كمان كنا عم نحكي على نتناول اي سي اي هول المواد، اما فيتامينز لازم كنا عم ناخذهم بكميه اكبر، والمضاده للاكسده مزبوط، سيلينيوم والزنك. فكمان هون بدي القي ضوء على الفيتامين اي. الفيتامين اي من الاشياء اللي هي موجوده بالزيوت يعني عندنا، لانه بعد شوي رح احكي شوي عن
اكلت او هلا في يقول فينا ناخذهم. زيت الزيتون بيحتوي فيتامين اي، الافوكادو بتحتوي كميه كبيره من الفيتامين اي، امبارح كنا عم نحكي عن زيت الافوكادو عن زيت الجوز كمان. حتى واحد يغير بالنكهه يكون عم ياخذهم، فليش حلو الواحد يشكل ليش لا يعني. مزبوط أكيد. ونحن عم نحكي قديش بدنا نساعد بالطعمه، بدنا نساعد هون، نساعد نفسيا، نساعد على عده طرق. هلا فهون الفيتامين اي هو من الاشياء اللي بتساعد حتى الحرق يكون عم يصح بطريقه اسرع. هلا نحن كمان ما بدنا ننسى انه وقتها نكون في حرق عم يتاخذ انتي بايوتيك، بنتذكر وقتها يتاخذ انتي بايوتيك يعني الجراثيم الجيده الجود بكتيريا بالمصران بتكون عم تتضرر، عم تكون ضعيفه، فهون ضروري نكون عم ناخذ بروبايوتيك حتى هالشخص مزبوط ما يحس بالنفخه، ما يحس حاله متضايق. فينا نحن نكون عم بيقولوا ناخذ لبن لانه بنعمل شامبينيون، لانه مزبوط انه تما نعمل 100%. فتناول اللبن هون بيجي من ضروريات. بتعرفي بروبايوتكس كمان موجودين وين؟ موجودين بالكبيس. ففي واحد كمان هيك ياكل كبيس، ياكل يكتر كبيس شوي، منه مش غلط بهيدا الموضوع. فاذا او اللبن بنرجع بنقول اللي ما قادر ياكل كيستين وثلاثه لبن، لانه هو ياخد عم بحكي مزبوط عم بحكي بكميات، لانه ما بدنا كمان جسمنا يضعف كوزن، وما بدنا كمان نقلل من البروتينات. هلا بنشوف كيف البروتينات لازم تاكله بكميه عاليه، فاذا هون ساعتها بناخذ حبوب بروبايوتكس. هول حبوب منهم غير انه جود بكتيريا عم تساعدنا لا تشتغل بقلب الجسم. اوكي هلا عندي كمان الاوميجا 3، شغله كثير مهمه. الاوميجا 3 اللي بنعرف نحن موجوده اكثر شيء بالسمك، ولكن موجوده بالشيا سيد، ببذر الكتان، موجوده بالجوز كمان. الاوميجا 3 بتساعد ضد الالتهاب، ونحن وقت يكون عندنا حرق كثير مهم انه نحن ما نعرض حالنا اوريدي في التهابات نكون عم نرتاح من هذا الموضوع. هلا عندي بعد الكو انزيم Q10 بدي احكي عنه كمان، اتس ا فيري جود سبلمنت لازم ناخذه وقت يكون عندنا حروق. واخيرا عند الجلوتانين، الجلوتانين هو مهم كمان عم بيساعد هيدا كله ضد الحروقات، ولكن وقتها بدي اخذ كيوتين كو انزيم كيوتين، وقتها بدي اخذ الجلوتانين بدي انتبه لشغلتين، بدي انتبه شو عم باخذ انا ادويه، واطلب من الطبيب قول له انه انا عم باخذ هالادويه في اخذهم معه ام لا تم يصير في اكزاكتلي. واخيرا ستيفاني اللي هي مفروض احكي كثير عنها، هو زياده بكميه كثير كبيره بكميه البروتينات. اذا الله راد بحلقات ثانيه برجع بحكي عن هيداك الموضوع بشكل خصوصي. Thank you, Randa. مشاهدينا وقفة وبتكونوا مع أمين ديب و Get Fit.